الآن عندنا العملية الهندسية رقم 11. هاي العملية تقريبا نقدر نقول مكررة أو نفس طريقة عمل العملية الهندسية رقم 29، لذلك راح تبقى عليكم هوم وورك انتو ورسموها. ننتقل للعملية الهندسية رقم 12، رسم شكل مسدس أو رسم مسدس بمعلومية طول الضلع. راح أفترض عندي ضلع معين طوله 5 سنتيمتر، أرسمه بهالشكل. الآن حتى أرسم باقي الأضلاع باستخدام مثلث 30 في 60، هو باستخدام زاوية 60 من المثلث أرسم باقي الأضلاع. طبعا اللي ما يعرف الزاوية 60 في 30، يا هي 60 يا هي 30 من هذا المثلث، هي مبينة هسه هاي الزاوية هي أقل من هاي الزاوية، هاي 30 وهاي 60، بس للي ما يعرف باستخدام المنقلة يثبت المنقلة أو مركز المنقلة في آخر نقطة من المثلث ويجي يقيس هاي الزاوية قد مقدارها. هسه هذا الصفر وهاي 30، إذا هاي الزاوية هي 30. هذا الضلع أيضا بنفس الطريقة يثبت في مركز أو نهاية المثلث في مركز المنقلة ويقيس هذا صفر هاي 60، إذا هاي الزاوية هي 60. هاي الزاوية مبينة قائمة 90، خليها بالمركز راح تطلع لنا 90، من الصفر إلى 90. الآن باستخدام قلنا المثلث 30 في 60 وباستخدام الزاوية 60 نجي نرسم باقي الأضلاع. رسمنا الضلع الأول المعلوم اللي هو قلنا طوله فرضناه 5 سنتيم، نرسم باقي الأضلاع بالزاوية 60 طول الأضلاع اللي راح أرسمها هي نفس طول الضلع هذا المعلوم اللي هي قلنا شقد 5 سنتيم. أجي أرسم ضلع طوله 5 سنتيم وهذا 5 سنتيم. أيضا هذا الضلع الآخر أرسمه طوله 5 سنتيم. الأضلاع الأخرى بنفس الطريقة وبنفس الطول. الآن أغلق هذا الخط بإيصال نقطتي الخط المستقيم. طلع عندي الشكل المسدس. الآن عندنا العملية الهندسية رقم 13، تقسيم دائرة إلى 7 أجزاء متساوية. أول خطوة نرسم الدائرة. راح نفترض أنه نصف قطر الدائرة هو 5 سنتيم. نفتح الفرجال بقدر 5 سنتيم على المسطرة. ونرسم الدائرة.
ما اقدر اسمها. الرسمة الآن عندي الدائرة نثبت سنتر الدائرة باستخدام سنتر لاين اللي هو قلنا شرطة طويلة وشرطة قصيرة بالتناوب. أيضا سنتر العمودي نمر في مركز الفرجال لا أصبحت عند الدائرة كاملة. الآن أثبت الفرجال في هذه النقطة وأفتح إلى السنتر بقدر نصف القطر وأرسم قوس بهالشكل. هذا راح يقطع عندي الدائرة في هذه النقطة. هاي خلينا نسميها نقطة N. الآن أقيم عمود من نقطة N باستخدام تي سكوير والمثلث نقطة N. أقيم عمود على المحور الأفقي للدائرة. هذه هي نقطة N. أقيم عمود على السنتر الأفقي للدائرة راح يقطع عندي السنتر في نقطة C. الآن أفتح الفرجال بقدر هذه المسافة NC وأقسم الدائرة إلى أجزاء متساوية. هذه هي نقطة التقاطع الأولى وهذه الثانية. وبهالشكل رسمنا هذا الجزء. وبذلك عندي تقسمت إلى 7 أجزاء متساوية. ملاحظة نذكرها بتقسيم الدائرة إلى 7 أجزاء متساوية، احنا قسمناها إلى 7 أجزاء متساوية طبعا للمركز اللي اختاريناه بالبداية، يعني هاي كلها الأجزاء هي أجزاء متساوية، ولكن نقدر نسلسل به إذا نريد نوضحها مثل ما هو موجود في الكتاب.
طبعا هاي الطريقة يعني طريقة بديلة أيضا هي صحيحة، كلا الطريقتين تعطيني 7 أجزاء متساوية، بس إذا أريد أغير المركز راح يصير أنا مركزي هنا راح يصير هذا الجزء الأول يختلف عندي، مو هذا هذا، وأيضا هذا الجزء متساوي مقارنة مع الأجزاء الأخرى، لأنه المركز هذا هو هذا، اعتبار هاي المسافة هي نفسها هاي المسافة. فقلنا إذا نختار هذه هي نقطة بداية تثبيت الفرجاي راح يعطيني هذا، أما إذا اختار هاي القديمة أيضا راح تعطيني مسافة متساوية إلى هذه التقاطع اللي رسمناه. فبالحالتين هو صحيح التقسيم يعطيني المهم 7 أجزاء متساوية إذا أريد نمشي على الترقيم، أي طريقة هي صحيحة. هاي هنا راح أرجع إلى نفس النقطة، نقدر نعطي ترقيم إنه هاي 1، هاي 2، 3، 4 وهكذا. بس قد يسأل سائل يقول إحنا شو نستفاد من هاي التقسيمات؟ نستفاد منهم هواي أمور، نقدر نرسم دوائر صغيرة على هذه المحيط مالت الدائرة، مثلا دائرة نصف قطرها سنتيم واحد، كأن تكون لأي غرض معين، إنه أنا أثبت الفرجال بهالشكل هذا وأرسم الدائرة مالتي. الشكل قد أيضا يتطلب من عندي وجود دائرة هنا مثلا، أو هنا أو هنا حسب المتطلبات. الآن العملية رقم 14 تقسيم دائرة إلى 8 أجزاء متساوية، والعملية رقم 15 رسم شكل مثمن. هذين العمليات بسيطة جدا ومكررة، لذلك أيضا تبقى عليكم هوم ورك ترسموهم. وننتقل إلى العملية رقم 16 رسم مضلع منتظم ذو 9 أضلاع. هذه العملية جدا مهمة. أول شيء راح نرسم الضلع المعلوم اللي هو الضلع AB، هم راح نفترضه 5 سنتيمتر. هذا الضلع اي بي. اول خطوة نجي نثبت الفرجال في المركز اي ونفتحه الى المركز بي، يعني يصير 5 سنتيمتر اللي هو طول الضلع اي بي هو نصف القطر لدائرة انا ارسمها بالفرجال، او نصف دائرة ما نحتاج دائرة بهالشكل هذا خفيفة. وهذا الامتداد مالتها راح يتقاطع بهالشكل هذا. هسه هذه الزاوية كلها هي جهد 180، فحتى انا ارسم المضلع ذو 9 أضلاع احتاج اقسم هذا القوس الى
تسعة أجزاء متساوية، فهي الزاوية ايش قلت؟ قلنا 180 تقسيم 9 أجزاء، 180 تقسيم 9 يطلع لي 20. فلازم أقسم أنا هذا القوس مالتي على 20. شلون أجيب 20؟ أجي باستخدام المنقلة، أثبتها في المركز أي بهالشكل هذا، وأحدد الزاوية 20. الزاوية 20 وين صايرة؟ هاي هي الزاوية 20، 160 فوق 20 جوا. هاي أخلي نقطة، أو أخلي نقطة على القوس، أو نقطة، لا نقطة نقطة، نثبت نقطة لا على التعيين بهالشكل هذا. الآن باستخدام المسطرة راح نقطع القوس من المركز أي إلى هذه النقطة، راح نقطع القوس بخط أو شعاع بهالشكل هذا، شعاع يمر في هذه النقطة. هذه النقطة من حددتها بالمنقلة نطتني قد زاوية؟ قلنا حددت بالمنقلة زاوية 20، إذا نطتني هذه الزاوية مقدارها 20، وقطعت لي القوس في هذه النقطة. الآن أجي باستخدام الفرجال أثبت في المركز B و أخلي الفرجال بقدر المسافة إلى نقطة تقاطع الشعاع مع القوس، أصبحت عندي هذه المسافة جاهزة تنطيني 9 أجزاء متساوية. خليها في هذا المركز تقاطع الشعاع مع القوس، وأرسم قوس يقطع الخط القوس اللي رسمناه بالبداية، وأنقل الفرجال إلى النقطة الجديدة وأرسم الجزء الآخر، وهكذا بالتناوب أو بالتسلسل. كلها تكون بخط خفيف حتى لا يأثر على الرسم، مجرد أنه أنا أحدد نقاط التقاطع مع القوس. أجي الآن أنا الشعاع الأول راسمه، أرسم باقي الخطوط أو الشعاعات من النقطة أي بهالشكل هذا، أيضا باقي النقاط. رسمت هذه الشعاعات كلها،
الآن أخلي الفرجال في نقطة A وأفتح إلى نقطة B، تعطيني 5 سنتيم أو بالمسطرة 3 سنتيمتر. الآن أثبت في نقطة B وأقطع الشعاع الأول في هذه النقطة، وأثبت في هذه النقطة وأقطع الشعاع الثاني في هذه النقطة، وأثبت في هذه النقطة وأقطع الشعاع في هذه النقطة، وهكذا. هذا الشعاع ما كامل، كمله. كمل، وصلنا إلى هذا التقاطع، نثبت الفرجال ونقطع أيضا في هذه النقطة. الآن نوصل هذه النقاط. من هذه النقطة هاي نصير هاي كمس. نصير هنا نقطة التقاطع الأولى والثانية، احنا نحتاج الثانية وليس الأولى، يعني لازم ننتبه لها. هنا أيضا نحتاج نقطة التقاطع الأولى، راح نرجع أيضا قلنا هذه النقطة نثبتها هنا، ثبتنا هذا وهذا المركز يعطيني هذا المركز، وهذا يعطيني هو نقطة الأي. كمل توصيل الأضلاع بهالشكل هذا. نوصل من هذه النقطة إلى هاي، طبعا هذا الشعاع ما نحتاجه، لأن احنا نثبت الفرجال في هذه النقطة، قلنا نقطع نقطة أولى ونقطة ثانية، وهنا نثبتها نقطع هنا ونقطع هنا، نقطع نقطتين في الشعاع الواحد. النقطة البعيدة ما نحتاجها،
نحتاج النقطة القريبة. وأيضا هنا نحن ما راح نحتاج هذا الشعاع، لأن احنا أصلا راح نوصله في نقطة الأصل، إذا ما يحتاج نقطع في هذه النقطة، راح نوصله في هذه النقطة، وهذا نتركه فقط لأجل التقسيم. لذلك أصبح عندي 6 أضلع أو 9 أضلع، مضلع بـ9 أضلع.